فيكم مشاهدي ومتابعي مسك من وين ما كنتوا عم تحضرونا وتتابعونا بحلقة جديدة من برنامج على مائدة السلطان. ونحن فعليا اليوم بفرع السلطان، حلويات السلطان بمنطقة الفاتح بالصنبول. خلونا نرحب سوا بالأستاذ علاء خميس، مدير شركة السلطان العالمية بتركيا. أهلا وسهلا فيك أستاذ علاء. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك يا رب. أستاذ علاء، اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم صراحة، وهو الحلويات الرمضانية المشهورة بشهر رمضان اللي بيكتر عليها الطلب أكيد بشهر رمضان المبارك. من وجهة نظرك شو هي الحلويات المعينة اللي أكتر بيجي عليها طلب من قبل الزبائن؟ حقيقة الباقة إجمالاً باقة الحلويات عريضة، وبرمضان الحقيقة بتتوسع بشكل كبير، وفي اكيد اصناف تطلب حصرا في رمضان مع تواجدها بكافه يعني بكل ايام السنه، الا انه برمضان هي اشد طلبا. ما بعرف ما هو السبب، ولكن اكيد في رابط نفسي معين. يعني رمضان مثل ما هو له اجواءه الايمانيه والروحانيه، فبيضفي شيء من هي الاجواء حقيقه الخاصه حتى بثقافه الاستهلاك والتحلايه فيما يخص يعني مصلحتنا ومهنتنا. فبتلاقي في شيء خاص برمضان حتى بنمط الاستهلاك للحلويات. جميل جدا بصراحة، أنا متحمسة، يعني عم نحكي عن الحلويات الرمضانية، متحمسة لأعرف شو هن الأطباق بالفعل الأكثر طلب والأطباق بشكل عام الرمضانية الموجودة. لو نعرف عن قرب أستاذ علاء سوا، خلينا نشوف هي الحلويات عن قرب. نحن أمام باقة منوعة وجميلة من الحلويات اليوم، حلويات الرمضانية المشهورة بشهر رمضان. دائماً أستاذ علاء بيكون في زيادة طلب على أنواع معينة من الحلويات، يعني كلنا بنعرف أنه الأشخاص بفضلوا نوع معين من الحلويات عن غيره من الحلويات الثانية بباقي أيام السنة. شو تبريرك برأيك بهذا الموضوع؟ هلأ هو الحقيقة لا يوجد مبرر إلا أنه رمضان، يعني رمضان بحد ذاته هو شهر صيام سبحان الله، فطبيعي أنه وخصوصي لما بيشوفوا مائدة مزينة مميزة إلى آخره. ولكن الحقيقة فعلا في بعض الأصناف رغم تواجدها كل أيام السنة يعني، ولكن برمضان بالذات تطلب بشكل كبير جدا. يعني مثلا نقول نهش بالقشطة، نهش بالقشطة خلاص هذا رمضان، يعني مع تواجده وإمكانية تواجده بأيام سنة وبكل محلات الحلويات. مثلا لما بنقول القطايف العصافيري بالقشطة كمان نفس الموضوع، تواجدها بيكون يعني والطلب عليها يعني متزايد بشكل كبير. أصناف أخرى مثل الكلاج بالقشطة متواجد، لذيذ كل أيام السنة، نفس اللذة ونفس القوام وما إلى هنالك، ولكن فعلا بيكون في عليه إقبال برمضان. يعني بقدر أقول ارتبطت هي نفسيا ارتبطت برمضان عند هؤلاء الزبائن وما إلى هناك، فبيجي اللي يطلب هذا المنتج. تمام. طب هلأ نحن قدام قائمة من الحلويات المنوعة صراحة، حابين نعرف اسم كل حلويات أو اسم كل طبق من هالأطباق اللي قدامنا، وبلش نعرف كل حدا عم يحضرنا هلأ المشاهدين أو المستمعين شو مكونات كل حلو. هلأ هو أكيد حياخد عديد من الحلقات، لكن نحن باختصار ممكن نخبر المشاهدين وكل مين عم يشوفنا. يعني نحن ممكن نمر مرور سريع، يعني مثلا أنا بدي أحكي عن مثلا العصمالية بالقشطة. العصمالية بالقشطة كمان أكلة طيبة جدا، وفي كتير ناس يعني بيقصدوها حصرا يعني. فأنا إذا بدي أقول مثلا العصمالية هي قوامة طبعا مميز جدا، يعني مثلا هي قطعة العصمالية، قطعة القشطة نحن شايفين بالضبط. تمام بالضبط. طبقة كنافة بتنقلها على كل طبقة بينقلوا على حدة، بعدين طبعا بتتقطر وبيكون اوريدي فيها السمنة، وبتنحشها قشطة خلطة من القشطة بحيث انه يكون يعني قوامة لا انه تشتش الكنافة، وبنفس الوقت ما تكون يعني قاسية كتير. فالعصمالية بالقشطة اذا طبقتين كنافة بيناتهم القشطة، وبترش على وشها الفستق كمان، تتنقش حتى بالقشطة. جميل. يعني في ناس كتير بتحب انه كل قطعة يكون عليها قشطة وكرز وما الى هنالك. يعني ممكن نمر هيك مرور سريع على الاصناف الموجودة. يا ريت والله صراحة عن جد. تماما. يعني هلا مثلا النابلسية معروفة ما شاء الله، اكلة النابلسية الكنافة بالجبنة، ومكوناتها ببساطة هي الكنافة مع القطر والسمنة والجبنة، وطبعا تنقش بالفستق وما الى هنالك. طبعا الميزة بقى في ميزات، يعني قضية كمية القطر الخفيف، نوعية السمنة المميزة، سماكة الجبنة، هالقصص هي بتلعب دور بالجودة. رح نعرج عليهم معايير جودة المنتج، اكيد رح نعرج عليهم استاذ. الهريسة معروفة مثلا، الهريسة بالفستق
كمان مثل اللوز والمكسرات. هريسة هي عبارة عن سميد وسكر وقطر، طبعا مزينة بالفستق أو بباقي المكسرات. جميل. طبعا كمان يعني تعتبر حتى هي بيزداد الطلب عليها بشكل ملحوظ برمضان، أيضا برمضان مطلوبة يعني. نعم نعم طبعا النهش، أكلة نهش مرتبطة ارتباط كتير عالي. هي الأكلة رهيبة صراحة، أول شيء تسميتها غريبة. نعم. وثانيا طريقة الترتيبة يعني والمكونات اللي عم تكون موجودة فيها صراحة. بالضبط. طبعا هي عبارة عن طبقات عجين كتير غرفة، يعني بيناتها في فضاوات يعني. تمام. فهي خفيفة عمليا، محشية طبعا بين الطبقتين موجود القشطة، وبتتزين يعني بصراحة بقدر ما هي بسيطة غير معقدة بقدر ما هي مطلوبة بشكل كبير بأيام رمضان. ممكن تكون فرط كمان يعني، مو شرط على شكل هذا الطبق، ما هيك هي كمان ممكن أوقات بتساوى بهيك بقطع صغيرة. أيوة تمام. مثلا دوائر صغيره شخصيه وما الى هنالك. جميل. الغريبه بالقشطه مثلا، الغريبه بالقشطه، الغريبه بالقشطه، الغريبه بالقشطه كمان يعني مكوناتها شو الغريبه بالقشطه؟ غريبه وقشطه، معناتها في قشطه بالنص، طحين سمنه قشطه، وبتتنقش بالفستق، وطبعا السمنه بتضفي عليها نكهه كثير طيبه. ميزتها يمكن كل ما كانت مأمره كل ما كانت كمان اطيب، يعني اخذ شوي يعني بالفرن. كثير دقيقه هي الاكله. يعني اذا اكلت شوي نار زياده ما عاد صارت مقبوله، وكمان اقل صارت طحين يعني ما 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 ده معايير دقيقه لازم تكون على البيض. المدلوقه لا يخفى، لا تخفى على احد اكيد. هذا الصدر الابيض اللي دائما يعني مغطس ويعني عجينه ما شاء الله، كنافه معجونه مع السمنه والسكر والقطر، وعلى وجهها طبعا القشطه، كمان خلطه من القشطه والفستق اكيد بيزينها، يعني بحيث انه تعطي هيك لون ونكهه وما الى هنالك. طبعا وفي اكله المفروكه بالفستق، مفروكه بالفستق. هي انا اول مره بسمع اول شيء باسمها المفروكه. المفروكه خاصه فينا حقيقه، كثير كمان اكله مميزه، خفيفه سكر، فيها ما زهر وفستق وكنافه، وطبعا محشيه قشطه، كمان اكله كثير مميزه حقيقه. معتمده بشكل اساسي كان على الفستق والقشطه، ما هيك؟ بالضبط. اي تماما، هي الماده الاساسيه فيها او المادتين الاساسيتين فيها الفستق والقشطة. وطبعا مثل ما قلت المازهر لازم يكون كثير مازهر بشكل كثير متزن. بالضبط. تمام. في عندنا مثلا الفيصلية وما ادراك ما الفيصلية، يعني كمان هي الطبق الاساسي تعتبر. بالضبط. فيصلية كثير رهيبة، في منها بالفستق وفي منها بالقشطة. نعم. كمان يعني بتعطي تضفي لنعبر اكثر يعني نكهه كثير طيبه وقوامها كثير مميز. نعم. هي شو بيقولوا لها الشعبيات؟ طبعا هلا في مين بسميه شعبيات؟ الا انه مثلا مناطق حماه، حلب، ادلب، تعلمنا منهم خصوصي بهي المرحله بهالفتره هي الشعبيات. هي اكله يعني اكله عجين. ايوه نعم. شيء بقى قشطه وجوز وما الى هنالك. التبس على التسميه بصراحه هي التسميه ملتبسه موضوع الشعبيات. الفيصليه في مين بيقولها شعبيات؟ إلا أنه هي الفيصلية محشية بالفستق بتنقلة قلي طبعاً. جميل. وفي منها بالقشطة طبعاً. وفي طبعاً الوربات اللي هي كمان مرتبطة ارتباط كتير مهم طبق رهيب رمضان يعني حقيقةً. يعني شكلها عم يحكي عن حالة يعني. أكيد بتشوفوا يمكن وشفتوا العالم كتير الوربات مطلوبة بشكل كبير برمضان، مثل النهش والوردات والقلاج والقطايف وما إلى هنالك. هدول مأكولات الرقائق اللي يمكن بفضلوها العالم كثير حقيقة هيك. يعني السر ما بعرف، بس ولكن هو فعلا ارتباط، بقول أنا يعني هيك ارتباط نفسي برمضان والله أعلم. في القطايف العصافيري اللي هي كمان القطايف العصافيري اللي أصلا نحن بنقول شو سبب تسمية القطايف؟ هلا القطايف عندك معلومات؟ والله أنا هذا الموضوع اطلعت عليه مليا يعني، بس ولكن بيقولوا إنه القطايف بدت بتقريبا بيقولوا انه اول مين اكله سليمان بن عبد الملك. ايوه. وحتى باللغه بحثت باللغه فقالوا سميت قطايف لانه كان الضيوف يتقاطفونها يعني من لذتها، فمثل اللي عم يقطف شغله يعني. ايه بالضبط. وهي عباره عن هذا القرص المحشي. تماما. قرص بمكونات معينه بقوام معين، لدرجه انه بس هيك بياخذ هيك لدعه بسيطه يعني عصاج، وبعدين بينحشى بالقطايف. كمان بيبقى على يعني بقدر ما هي بسيطه بقدر ما هي لذيذه ومطلوبه بايام رمضان يعني. بصراحه انا لفت نظري استاذ علاء هذا الطبق الابيض عباره عن شو؟ فستق. الكلاج بالقشطه. الكلاج بالقشطه طبعا اكله تكادي انه ما تشوفيها الا برمضان. الحقيقه هلا بالنسبه لتاريخ الكلاج، ممكن في كثير ناس بيقولوا انه هو بالزمن الفارسي، اصلا هي الكلمه بيردوها لاصل فارسي من الحلقه يعني والدوائر وما الى هنالك.
هي عبارة عن رقائق ثلاجة من الحلم. بالضبط، أصلاً كلمة فارسية يعني. وبالنسبة لل طبعا في مين عبارة عن يربط الكلاج بالأتراك؟ طبعا الأتراك بيقولوا إنه الكلاج أصل عنا. طبعا الأشكال ممكن تختلف، ممكن يقطعوه وتقطيع مثل المفروكة مثلا أو غيرها. هي عبارة عن رقائق من الطحين والزبدة، طبعا محشية، طبعا تتساوى على الصاج يعني، بحيث انه بس تتكون شلون لما نحط على تيفال يعني. نعم، ومعناتها هون ابدا ما في شيء اسمه العلاقة بالتأمير يعني، هون ما لازم. لا لا لا، شيء بسيط جدا تماما. وبعدين بقى بتتنشف وبتنقع بالحليب وبتنلف على القشطة. طبعا أكلة كتير أكثر من رائعة، لذيذة جدا، باين رهيبة، ومطلوبة جدا برمضان يعني. بنحط عليها قطر، قطر يمكن حسب الرغبة كمان، حسب خفيف أو كتير. بس لازم يعني نحط عليها قطر يعني حسب الرغبة مثل ما تفضلت يعني. نعم، المكونات هون ما شاء الله متعددة كتير صراحة أستاذ علاء. طبعا أنا شايفة كتير أنواع متعددة. هداك طبق أستاذ علاء، نمورة بالقشطة، بقلاوة بالقشطة. بقلاوة بالقشطة يعني هي مرتبطة بشكل كبير جدا بالحلويات السورية. السوريين بيطلبوها بشكل كبير، حتى على فكرة باقي الجنسيات. طبعا اسطنبول فيها ميكس يعني من الجنسيات، الجميع بصراحة أقبل إقبال كتير ملفت على حلوياتنا الحمد لله. ما شاء الله. النموره بالقشطه، الوربات بالفستق، غريبه بالقشطه المدلوقه، المفروكه الهريسه اللي هي معمول بالقشطه، البقلاوه بالفستق. طبعا يعني بنقدر نقول البقلاوه بالفستق هي ام النموره واصل النموره يعني. بنحكي بقلاوه فستق فهي اصاله اوائل الاصناف اللي ظهرت كحلويات بالفستق ورقائق. بالضبط تماما، البقلاوه بالفستق. نعم صراحة احنا استاذ علاء مستمتعين للغاية بهاي المعلومات والتفاصيل اللي عن جد احنا كنا بنجهلها وما بنعرف الفرق بين هالنوعيات المميزة بالاطباق الجميلة والرائعة من الحلويات اللي اصلا هي مثل ما قلت بيزيد الطلب عليها بشكل خاص برمضان. بدنا نشكرك استاذ علاء، شكرا جزيلا لك. ان شاء الله. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا احنا هيك خلصت فقرتنا وحلقتنا لليوم، ان شاء الله بنشوفكم بالحلقة الجاية، خليكم معنا.